أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو العرب. استوديو العرب، الأحداث متلاحقة وسريعة في الساعات القليلة الماضية وليس في الأيام القليلة الماضية. في عدة بيانات ظهرت من النادي الأهلي وفي أحداث كثيرة منها، طبعا هنتكلم في التفاصيل ديت. هيبقى معانا أكتر من فقرة، هيبقى معانا دكتور مصطفى عامر. أهلا يا ندى. اهلا بك مبروك، اهلا بكم مشاهدي برنامج استوديو العرب في كل مكان. النهارده حلقتنا هتكون مليئه بالاحداث بس خلونا الاول نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور مصطفى عامر. هو طبيب نادي بيراميدز لفريق كره القدم بنادي الترسانه، ودكتور في اصابات الملاعب والعلاج الطبيعي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا حبيبي. مرحبا بك. اهلا بك يا ستي. خلونا النهارده طبعا هنبتدي اول فقراتنا بفقره الاخبار الرياضيه، بس خلونا الاول نفكر الساده المشاهدين ان نادي الاسماعيلي هيلعب النهارده في مباراه في دوري ابطال افريقيا مع النادي الرياضي القسنطين. هو طبعا النادي الاسماعيلي بيعود البطوله بعد غرامه الاتحاد الافريقي 40,000 دولار، وكان الاتحاد الافريقي اصدر عده قرارات منها استبعاد النادي الاسماعيلي من البطوله تماما. النادي الاسماعيلي تظلم لدى الاتحاد المصري ومنها للاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي اجتمع وقال النادي الاسماعيلي يعود البطوله ويكتفي بغرامه ماليه. امبارح كان في مباراتين، كانت اول مباراه كانت ما بين حرس الحدود ومصر للمقصه، وانتهت المباراه بالتعادل السلبي لكلا الفريقين، وكان في ماتش ايضا لنادي المصري مع نادي النجوم، وانتهت المباراه بفوز النادي المصري 1-0. خلونا نستعرض نتائج مباريات الاسبوع. لعب النادي الاهلي يوم الاربعاء مع نادي الداخليه وفاز النادي الاهلي 3-1، ولعب ايضا نادي الزمالك يوم الاربعاء مع نادي طلائع الجيش، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 2-2. طبعا بكل تاكيد ابرز مباريات الاسبوع المنقضي هو تعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما، وفقدان نادي الزمالك نقطتين هامتين في مشوار المسابقه. علاوه ان نادي بيراميدز لقى هزيمه من نادي الجونه، اعتبرها الكثيرين انها هزيمه مفاجئه بتقلل فرص وحظوظ نادي بيراميدز في كيفية الحصول على البطولة أو المركز الثاني. بكل تأكيد طبعا ندى هتكلمنا أن في الساعات القليلة الماضية نادي بيراميدز الحقيقة تم بيع النادي. لو ندى طبعا تدينا التفاصيل. صرح نادي بيراميدز في بيان رسمي عن نقل ملكية نادي بيراميدز من ترك آل شيخ إلى مستثمر إماراتي، وهو رجل الأعمال سعيد سالم الشمسي. هو صاحب مؤسسة ضخمة للمقاولات العامة، وكان بيشغل منصب نائب رئيس نادي بيراميدز، وهو أحد المساهمين المستثمرين في نادي بيراميدز. بكل تأكيد سالم الشمسي هو كان نائب رئيس نادي بيراميدز ونائب المستشار ترك. في الحقيقة في الساعات القليلة الماضية طلع بيان النادي الأهلي، هو البيان التالي المكمل لبيان 9 فبراير الماضي. بيان النادي الأهلي كان الحقيقة شديد اللهجة المرة دي، وقال فيه أكتر من تفاصيل. تفاصيل البيان بتأتي في ظل توقيت بيع النادي بيراميدز لنادي للمستثمر الجديد وهو سالم الشامسي. النادي الأهلي أصر على اللعب مباراة 28 فبراير زي ما قلنا هنا من أيام قليلة، إن هو هيلعب مباراة 28 دي هتبقى مباراة دوري، وفشل محاولات وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف مع رئيس اللجنة الأولمبية في احتواء الموقف وإصرار النادي الأهلي على لعب مباراة 28 وتبقى مباراة دوري. وتمسك النادي الأهلي في البيان وأكد فيه إن النادي الأهلي يؤكد على احتفاظه الكامل بكافة حقوقه القانونية والمشروع والتصعيد على كافة المستويات المحلية والدولية، والتمسك بقرارات الاتحاد المصري مع رؤساء الأندية واتباع القوانين. زي ما احنا عارفين طبعا النادي الأهلي بيتمسك بالجدول الموضوع من بداية المسابقة. في أسبانيا وإنجلترا أول امبارح أعلنوا أن بداية الدوري 10 أغسطس موسم 21، مش موسم 20، 21 يبدأ 10 أغسطس. ده في إنجلترا وفي أسبانيا. احنا هنا عندنا مشكله ضخمه جدا تدخل فيها وزير الرياضه اكبر راس في الوسط الرياضي ورئيس اللجنه الاولمبيه عشان يحل مباراه، مشكله مباراه. الساعات القليله القادمه في اجتماع لمجلس اداره اتحاد الكوره، طبعا احنا عارفين في جمعيه عموميه بتنعقد الان في حاليا، وكان رؤساء الانديه في الفندق امس عشان خاطر تغيير بند الثمان سنوات.
بند الثمان سنوات ده بيخدم بعض اعضاء المجلس الحاليين اللي ما لهمش حق الترشح، ان هم قضى عليهم اربع بند الثمان سنوات، منهم خالد لطيف، منهم احمد مجاهد، منهم سيف زاهر. طبعا بكل تاكيد في كواليس النهارده في اجتماع الجمعيه العموميه هتكتمل مش هتكتمل، هيتلغي بند الثمان سنوات، لا مش هيتلغي، كل دوت في خلال ساعات هيبان طبعا بكل تاكيد. بنفكر الساده المشاهدين ان الزمالك عنده مباراه قويه جدا في البطوله الكونفدراليه الافريقيه يوم الاحد مع نادي بترو اتلتيكو، وهو ضمن الجوله الثالثه، وطبعا نادي بترو بيحتل المركز الرابع بينما الزمالك بيحتل المركز سوري عفوا بينما الزمالك بيحتل المركز الرابع، وذلك بعد تعادله مع نادي نصر حسين دي. بكل تأكيد نادي الزمالك بيمر بظروف كده غير متوازنة بعد تعادل طلائع الجيش واجتماع رئيس النادي في الفترة الأخيرة بعد المباراة بالجهاز الفني والجهاز المعاون. نادي الزمالك مطالب بتحقيق الفوز والموضوع مش صعب، ولكن مباراة الجزائر أو المباراة بالنسبة لأتلتيكو الحقيقة مباراة يعتبر هي من العيار نقدر نقول النفسي أكتر منها الفني. الزمالك مطالب بالفوز. طبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك طبعا في الفتره الاخيره الاداء غير متوازن، في تكتيك معين كروس بيحاول ان هو يحطه للفريق او يخلي الفريق يتبعه في الفتره الاخيره، شايفين اداء اللعيبه ما فيش الاداء، ما فيش الروح. الزمالك متربع على قمه الدوري، ولكن ان الاهلي فوزه على الداخليه ب3-1 بيعطي افضليه، لو في حين لو النادي الاهلي حقق جميع مبارياته القادمه الفوز بما فيه مباراه الزمالك فيفرق عن نادي الزمالك ب2 بونت، فاذا البطوله بتذهب من البيت الابيض للقلعه الحمراء. انا اعتقد ان لعيبه الزمالك لازم يشيلوا المسؤوليه ويتحملوا المسؤوليه، مجلس اداره لم يبخل بشيء على فريق كره القدم. ولكن في ازمه اخيره طبعا يا ندى، بعد بيع المستشار التركي لنادي بيراميدز مستثمر اخر ظهر في الافق العديد من التساؤلات، ما مصير اللعيبه الكبار اللي المستشار تركي كان المفروض هيمول صفقاتهم زي بو طيب زي ساسي زي النجاز. تردد في الساعات القليله الماضيه ان احتمال بيع الثلاث لعيبه دول، وده هيعمل هزه عنيفه جدا داخل فريق كره القدم. امبارح كان في قبل الفجر في قاعده علشان احتواء الموقف المادي، ان الثلاث لعيبه المقابل المادي بتاعهم كتير، فمحدش يقدر يتحمل في نادي الزمالك المقابل المادي للثلاث لعيبه. فهل ذهاب او هل ترك المستشار ترك لاستثماراته الرياضيه في مصر هيركب بظلال وخيمه على البيت الابيض؟ ده في خلال الايام القليله القادمه هنقدر ان احنا نعرف يستشف منه دكتور مصطفى الاحداث داخل القلعه البيضاء. بالاكيد هياثر طبعا كتير قوي، يعني ثلاثه رئيسيين ثلاثه اعمده رئيسيين الحقيقه، مبالغ ماليه كبيره هتبقى عبء على النادي نفسه، ما كانش يبقى فيه تدعيم من بره. الحقيقه دكتور مصطفى بنرحب بيك طبعا في استوديو العرب. ربنا يخليك. دكتور مصطفى غني عن التعريف الحقيقه، هو طبيب نادي الترسانه المعروف. الله يكرمك. وطبعا استشاري على اصابات الملاعب. وطبعا بكل تاكيد طبعا انت منورنا دكتور الحقيقه، هنفتح ملفات عديده في الطب الرياضي ان شاء الله. دكتور كلمنا عن الوقايه من اصابات الملاعب وازاي بنتفادى اصابات الملاعب. التفادي بطريقتين، اللبس والتجهيز للاعب. يعني مثلا لاعب كره القدم عندي شنكار، ده بيديله وقايه عشان اهم حاجه عنده رجليه، حمايه القدم. الشنكار هيدي وقايه من الخبطات المفاجئه او الالتحام المفاجئ او اي حاجه من دي، بحيث ان انا احمي الساق كله من الاصابه. طيب لعيب الهاند بول يلبس كوع، لعيب البوكس يلبس واقي هنا وواقي في الدماغ، ده العادي مش المحترف. بنشوف اكتر جزء اللاعب معرض ليه للسقوط او للخبطات وبيلبس بيرتدي نمره 2. انا جيت اقعه، انا بقابل لعيب لازم ابقى عامل حسابي ان اللعيب ده هيرفع رجله ولا هيخليها، هيزق رجله ولا هعمل انط من على رجله ولا لا، عشان ما ياخدش رجلي معايا ويديني الوقع. طب جيت اقع، ما اقعش كده او اقع كده، اقع على الكتف نفسه كده واخد اللفه بتاعتها
عشان يديني زي سفنجة، زي حاجة تديني ايه حاجة دفاع عن الكسر اللي هيحصل هنا او هنا. هل بتدرسوا لهم يعني الحاجات دي ان هم زي يخلوا بالهم وكده ولا؟ بديهم فكره طبعا كبيره قوي عن الحكايه عشان دي، عشان تجنب طبعا السقوط او لازم يبقى لابس المهم في الوقايه اهم من العلاج، الوقايه اهم شيء طبعا، خير من العلاج. طبعا. طب نستغل يا دكتور مصطفى وجودك معانا، عايزين نعرف الاصابات اللعينه اللي اصابت فريق كره القدم بالنادي الاهلي، 16 اصابه دفعه واحده، قيل ان هي مستشفى النادي الاهلي وليس فريق كره القدم. هل الجهاز الفني يتحمل المسؤوليه او الجهاز الطبي، ولا في اجهاد بالنسبه للعيبه على اساس النادي الاهلي شارك في جميع البطولات القاريه بالنسبه لبطوله عربيه وبطوله افريقيه دوري كاس؟ انت شايف الاصابات دي الكتيره دي في النادي الاهلي هم بيحملوها للجهاز الطبي وناس كتير قوي بتقول كده؟ لا، الدكتور ذنبه ايه في الجهاز؟ دي احمال بتيجي معينه للعيب في قدرات له، كتر الماتشات التعرض للاصابات بيجي من مزاوله كتيره، يعني اما اللاعب يشارك في مباريات كتيره عرضه للاصابه يعني احسن من الجهاد البدني تاني. الجهاد البدني يعتبر رقم واحد بالنسبه اصابه اللاعب، لا شك احملها، لما ادي الاحمال زياده انا عندي ماتشات زياده ما اديش عليها احمال، اخلي الاحمال بتاعتي في ماتشاتي اجهزه تجهيز عادي، انا اطول له عضلاتي واجهزه لنفسه اجهزه لاستقبال اللعب، يعني عشان ما يبقاش مجهد وداخل الماتش مجهد وفتيه. طيب دور الجهاز الطبي، هل هو هنا دور الجهاز الطبي ولا الجهاز الفني؟ يعني اعتقد في الدول الاوروبيه في طبيب احمال متخصص في الاحمال الحمل البدني، هل هنا اغلبيه الانديه ما عندهاش الطبيب دوت؟ لسه مؤخرا النادي الاهلي تعاقد مع مدرب احمال، هل هو ناحيه فنيه ولا ناحيه طبيه بحته؟ يعني انتوا كاصابات ملاعب متخصص في اصابات الملاعب على مدار 20 سنه فاتوا، الحقيقه انت خبره بقالك 20 سنه الأحمال في الجمعيه كمان العالميه للطب الرياضي اصابات الملاعب، انت شايف الأحمال مهمه جدا جدا. نعم. خاصه في كل لعبه، خليني في كره القدم اللي هي اهم لعبه، اما اعمل له اطاله كتيره قوي لرجله، فخده، سمنته، كل ده هيأثر معايا في المجهود البدني جوه الماتش نفسه. طيب اوفر له حاجه تانيه ان انا اديله وقت يجهز في نفسه، اللاكتيك اسيد اللي بيطلع في العضله اللي هو بيستهلك عشان يديني الطاقه اوفره له شويه للماتش، ما وفروا ما استهلكوش في التمرينات قوي يعني اخليه متدرج مع اللعب نفسه. دكتور عايزين نعرف من حضرتك طرق علاج تمزق الاربطه والكدمات للاعبي كره القدم، وهل بتتشابه برضو في الطرق في يعني هي نفس طريقه العلاج لما للشخص العادي في تمزق الاربطه ولا بتختلف؟ عادي خالص، التمزق هو تمزق بس بيبقى في لعيب كره القدم دايما يتمزق في الاربطه التحتانيه اللي في مشط القدم نتيجه التواء، نتيجه فرد، نتيجه خبطه، كل ده اسمه تمزق. الشخص العادي لو وقع على رجله الثانيه بيحصل له كده مثلا او كده بتديني تمزق، هو التمزق هو التمزق بس بيفصل بقى ده عن ده. اللعيب التمزق عنده انا عاوزه بسرعه شكله فبجهزه بسرعه، التجهيز بسرعه ان انا اول ما يحصل التمزق ده لازم اديله التلج بتاعي، حط التلج عليها كاسعافات اوليه عشان امنع اللي يحصل النزيف الداخلي او السائل اللي بينزل بين الاربطه وبعضها فبيعمل لي تجمع، التجمع ده يدوس لي على عصب، عصب يديني الم، اما احوشه من الاول انا يبقى يعني تلج بيعمل شيء من التجلط كده شويه ولا للسائل؟ بيمنع الاوز، يمنع الترشيح او تسرب السائل نفسه عن تمام. اصابات الركبه يا دكتور المنتشره في الوسط الرياضي وتحديدا في لعب كره السله وكره القدم وكره اليد، ان هم العاب عنيفه، انت شايف اصابات الركبه واصابات الملاعب في الثلاث لعبات دول الى اين وصل الطب الرياضي العالمي والمحلي بالنسبه لاصابات اللاعب المصري؟ لاعب بيسافر بره في المانيا عشان خاطر يتعالج من والله هنا اساتذه حلوه قوي في اصابات الركبه يعني. طبعا احنا معانا الخبير طبعا المصري دكتور احمد عبد العزيز من الناس المصنفه طبعاً عالميا في الطب الرياضي وتحديدا اصابات الركبه والرباط الصليبي. بيعالجوها كويس جدا جدا بس هنا بيحصل نوع من الاستعجال،
يعني المدرب يقول لك جهز اللعيب بسرعه عشان انا عاوزه في الماتش الفلاني وعاوزه في الماتش اللي جاي وعاوزه، فانت بتبقى عليك ضغط اجهزه. طيب حاضر، يبقى في نوع من انواع التسرع، انما لو مشي على البرنامج صح خلاص. اشمعنى بسمع كلام الخبير الاجنبي وما اسمعش الخبير المصري؟ لازم اسمع كلامه. يعني التحضير بعد الاصابه ده مهم زيه زي الاصابه، العلاج من الاصابه. أمال التحضير البدني والتحضير الايه بالنسبه للنفسي، ولا ملهوش نفسي؟ كل حاجه نفسي، يعني في لعيب بيبقى نفسيته بتتعب جدا من اي اصابه. لو التواء في الكاحل او التواء في رجله نفسها. لو في التواء في رجله بص يلاقي شويه ورم كده، شويه الورم دول يبص عليهم يلاقي الله ده في ايه، يعني حصل ده، حصل شرخ، حصل كذا، حصل. يبقى لازم تقول له لا ده حاجه بسيطه، ده كذا ده كذا، هتعمل يعني بتاخده على في توجيهات. توجيه نفسي. طب كلمنا عن اشهر اصابات اللعيبه في الملاعب المصري. رباط الصليب. ده اشهر حاجه. هو طبعا بس الرباط الصليبي ده يعتبر من اخطر الاصابات اللي بتصيب لاعب كره القدم. بس يعني في العشر سنين الاخر هل حصل طفره او تطور في علاج الرباط الصليبي على مستوى العالم ولا زي ما هو؟ طفره جديده قوي يعني، كفايه ان كان زمان بفتحه وبتاع، دلوقتي بالمنظار بعمله، ويعني فيه دول في اوروبا والمانيا بتجهز اللعيبه خلال شهرين في الرباط الصليبي ده ويرجع الملعب. يعني من خلال المنظار وخلاص، غير الاول كان ممكن بيؤدي ان اللاعب ما بيكملش. امال احنا يا دكتور شفنا الحقيقه عمرو جمال بقاله سنه، الحقيقه قعد سنه كامله من بطوله افريقيا اللي فاتت لغايه لسه راجع من 3 شهور. استعجلوا عليه ازاي؟ ده سنه كامله استعجلوا، يعني الراجل سافر ورجع، والاتحاد والاهلي ما بخلوش على اللاعب، قضى فتره اكتر من 4 شهور في المانيا الحقيقه. فهل دي شيء حلو؟ ما تجهزش حلو، يعني المشكله هنا عندنا وليس هناك. لا طبعا في تجهيز اللاعب نفسه، ادي له برنامج معين بيمشي عليه. طب انت النهارده مثلا هنطول، بكره اجري، بعده يعني حاجات متتاليه مع بعض كده، ما تبقاش حاجه. انت شايف يا دكتور مصطفى بالنسبه للرباط الصليبي في مصر، هل مش زي زمان بالنسبه كان اللاعب في الاول زي ابراهيم زمان يوسف بيبطل خالص بيبطل كوره؟ الله يرحمه طبعا غزال الكوره المصريه والنادي الزمالك ابراهيم يوسف. انت شايف تطور الحالات الاصابات الصليبي وصلت لغايه فين بالنسبه للملاعب المصريه؟ الفضل كله للمنظار، لانه بيعمل كل حاجه دلوقتي. احنا بدانا برضو نستخدمه في العشر سنين الاخر ولا قبل كده؟ يعني طبعا خلاص بقى دلوقتي كله منظار، بقى هو كل العلاج بقى كله بالمناظير. عمليات جراحيه كلها دلوقتي بقت مناظير. وبتاخد وقت قد ايه مثلا اللي هي العمليات بالمنظار؟ يعني لا تاخد لها وقت في الاعداد ولا في لا العملية. وقت ان اللاعب يعني بعد ما يعملها يكون في فتره نقاهه قبل ما يستعيد قوته، حوالي 3 شهور او 4 شهور. طب كويس. طب الحقيقه معانا طبعا دكتور مصطفى، طبعا هو طبيب نادي الترسانه. نادي الترسانه قدر امبارح يفوز 4-0، صح يا دكتور؟ يوم الخميس. طيب معانا الناقد الرياضي، معانا الناقد الرياضي اشرف عبد الرحمن المتخصص في مباريات الدوري الدرجه الثانيه. اشرف. الو الو. يا اشرف. اهلا استاذ مبروك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا بك يا استاذ اشرف. انا تحياتي انا تحياتي للاستاذه ندى. اهلا بيك. مساء الاستاذ ندى والاستاذ الزميل الخلوق المحترم مبروك حسنين. اشرف الدكتور مصطفى عامر عضو في نادي الدكتور النادي الترسانه وعضو مجلس اداره برضه، ما تخافش قبل كده. عضو مجلس اداره طبعا يا دكتور مصطفى، اكتر من دوره في الجيل الذهبي للترسانه. الو الو معاك. اشرف اشرف كلمنا عن المنافسه بين المجموعات الثلاثه اللي هي القاهره وبحري والصعيد. كلمنا عن المنافسه بينهم. لا الاول اللي كان النتائج الاول بتاعت الجوله 19 الساعه يوم الاربعاء تعبت مباراه بين رجاء وفاركو وانتهت برجاء 2-1. تمام. ونتكلم عن ذكر الاول بقى، يعني هم برضه في يوم الخميس اتلعبت بقيه الماتشات، يعني المجموعه الاولى اتعادل الفيوم مع المنيا 1-1. واسوان. طب يا اشرف، هو الفيوم والمنيا 1-1، كان المنيا بينافس في على الصداره؟ لا المنيا بعد، هو كان في بدايه الدوري كان بينافس، فبعد المنيا دلوقتي 31 نقطه والصداره دلوقتي 47 نقطه. اسوان متصدر يعني دلوقتي؟ يعتبر الاول.
أسوان متصدر دلوقتي المجموعة؟ أسوان متصدر المجموعة بنتيجة 47 نقطة، الأول بدون منافس، اعتقد بنفسه وبين السويس فرق 11 نقطة، هو الأقرب للصعود، يعني منافسه دلوقتي حاليا بين السويس في المركز الثالث. يعني ما بين الأول والثاني 11 بونت. ما بين الأول والثاني 11 بونت. يعني نقدر نقول، نقدر نقول نظريا كده صعب ان بني سويف اعتقد، ولا مين اشرف المنافس لاسوان؟ اسوان الاول اعتبر بنسبه 90% اسوان ما يقطع الدوري الممتاز. تمام. يعني باين عليهم في منظومه كويسه وعاملين اهتمام كويس جدا لاداره النادي وزار المحافظ وجايبين مدرب كفء الصراحه كابتن مجدي عبد العاطي مهاجم هداف الانبي السابق قبل كده، وهو هو طبعا كابتن مجدي الحقيقه كان مساعد كابتن مختار، والحقيقه كان عمود رئيسي بالنسبه للجهاز الفني للانتاج الحربي مع كابتن مختار، وغني عن التعريف، وده مستقبل اشرف بيتهيألي مدرب كويس للكره المصريه في الفتره الجايه. ايوه. طب كلمنا كده في المجموعه ديت عن ابرز يعتبر اخر الجدول بقى اللي هم الهابطين، من يصارع الهبوط يا اشرف في مجموعه الصعيد؟ اجيب لك اقول لك النتائج الاول ولا اجيب لك؟ لا اتفضل قول لي النتائج. النتائج الفيوم مع المنيا 1-1، اسوان على الوداد 6-6، بني سويف اتعادل على ملعبه مع الالومنيوم 0-0، مركز شباب ناصر ملاوي تعادل مع تحرير اسوان 1-1، سوهاج تعادل مع الاعلاميين 2-2، طهطا هزم النصر التعدين 3-1، بيروت وبني سويف 1-1، دي المجموعة الأولى. المجموعة يعني المجموعة الأولى بينافسها دلوقتي أسوان برصيد 47 نقطة، الثاني 36 نقطة بني سويف، هما دولت أول وثاني ماشيين أول وثاني. نقدر نقول على الورق كده مبروك أسوان تذكرة الصعود الدوري الممتاز الموسم الجاي إن شاء الله. طيب 11 بونت يا دكتور مصطفى الحقيقه، واسوان بيقدم مباريات رائعه وعلى طول بيفوز وفي ترنح في المنافس 11 بونت. باقي كام ماتش اشرف في المجموعه؟ متبقي قد ايه؟ 7 مباريات ولا 6؟ متبقي 7 مباريات. 7 مباريات، يعني صعب ان اسوان ينزل، يعني هو متوقع ان اسوان ماشيين كويس جدا، بيكسبوا على طول وتملي. طيب قول لنا كده مجموعه بحر يا استاذ اشرف. ايه؟ مجموعة نعم. بحري. نعم. مجموعة بحري. اديك مجموعة بحري؟ يا ريت. مجموعة بحري دلوقتي عندك النتائج، الرجاء فاركو 2-1، بلدية المحلة وجزيرة مطروح 0-0، تعادل دمنهور وسيدي سالم 2-2 بعد ما كان دمنهور كسبان 2-0 في نهاية المباراة، أحرز سيدي سالم هدفين وتعادل، يعني دمنهور منافس. المركز الاول تعادل مع سيدي سالم في المركز الاخير، سيدي سالم رصيد 8 نقاط، عامل مفاجاه وتعادل مع دمنهور. والمنصوره هزم الغاز المحله 1، الاولمبي هزم ابو كير للاسمده 1-0، المنصوره كسب المحله 1-0. المنصوره في المنصوره ولا في الغربيه يا اشرف؟ الاولمبي هزم ابو كير 1-0، ابو كير للاسمده بدرجه ابو كير احمد الكاس. وكفر الشيخ ده هزم على ملعبه من الحمام 1-0، وطنطا هزم مركز شباب تالا 2-1. طب الدكتور اشرف بيقول لك الاولمبي الحقيقه كام بونت حاليا؟ يرجع تاني لانه نادي عريق. الاولمبي الاولمبي عمل ايه المباراه اللي فاتت؟ الاولمبي ماشي كويس الفتره اللي فاتت، هو دلوقتي اللي اعتبرت وادي دمنهور وطنطا والمنصوره في المركز الاول 35 نقطه، الثلاث فرق المركز الاول 35 نقطه، الثاني الاولمبي 34 الاولمبي في المركز الثاني 34 نقطة، يعني فرق في بونت واحد مع الثلاثة الأوائل، الأولمبي فارق في بونت واحد. وبرضه الرجاء في المركز يعني وراهم خامس، يعتبر هو برضه ثالث، يعني هنا الأمور مختلفة الحقيقة بالنسبة للمجموعة ديت، مجموعة نارية، يعني الأول لغاية الخامس فارق في بونت واحد، الثلاثة الأوائل يا أشرف متساويين في عدد النقاط. هو معهم البلدية برضه بينافس 31 نقطة. 31 برضه البلديه قريب 31 نقطه، وكمان ابو كير الاسمده من منافس برضه 30 نقطه، يعني من 30 ل 35 يعني ماتشين من ماتشين، يعني ابو كير مجموعه ناريه الحقيقه ندى مجموعه بحري، واغلبيه الفرق فرق جماهيريه، يعني الدكتور مصطفى بيسال عن النادي الاولمبي الحقيقه نادي عريق وحصل على الكاس قبل كده وطبعا الدكتور مصطفى انت عارف نجوم النادي الاولمبي في الزمن الجميل في السبعينات والثمانينات ان شاء الله يرجع، كابتن احمد الكاس وبوبو طبعا من الناس الانديه اللي هي ليها جماهير كمان
اكيد الاولمبي في اسكندريه يعني زيه زي الاتحاد الحقيقه بالظبط. طب اشرف مجموعه بحري بقى يا دكتور اشرف بالنسبه للدكتور مصطفى الحقيقه النادي الترسانه وموجود معانا، تقدر تقول لنا على السريع كده الحقيقه مجموعه القاهره؟ مجموعه القاهره طبعا نادينا نادي الترسانه برضه واحنا من اعضاء النادي. الترسانه هزم الشمس 4-0 4-1 في ملعب الترسانه، وتعادل المريخ مع جمهور الشبين 0-0. السويس هزم القناه في مباراه قويه جدا 3-2. السويس يعني نادي جماهيري ونادي المفروض انه ينافس، فحصل له ضرب السنه دي نتائج. طب ده فوز مهم للسويس الحقيقه للصراع الصراع من الهبوط الحقيقه، يعني هو كان بيصارع الهبوط، ده فوز مهم جدا ان القناه يعتبر هو تاني المجموعه. يعني ندى الحقيقه كان القناه بينافس الترسانه في على الصعود للممتاز السنه دي، اللي يعتبر القناه لقى هزيمه الحقيقه لصالح الشواكيش، ولا يا دكتور؟ طبعا هزيمه دي يعتبر جت في وقتها لصالح نادي الترسانه لصالحه طبعا، يعني اتفرقت معانا ان احنا تخطينا طبعا طلعنا. طب تقول لنا اشرف كده ان الترسانه تربع كده على قمه المجموعه القاهره والقناه؟ الترسانه دلوقتي 38 نقطه تمام، منفرد على الصداره. هقول لك نتائج الزرقاء تعادل مع بورتو السويس 1-1 مهددين بالهبوط، والنصر هزم بيستقبل 3-0، افريقيا مصر هزم سيراميكا كليوباترا المنافس الاثنين منافسين دلوقتي 2-3-1 افريقيا مصر على سيراميكا، وطرد الحكم اثنين لعيبه من سيراميكا. يلا. طرد اثنين لعيبه من سيراميكا. دي مباراه دراميه بقى. 2-2 كوكاكولا برضه دومات عمل مفاجاه ان دومات مهدد بالهبوط اتعادل مع كوكاكولا، عطل كوكاكولا في المنافسه. ودلوقتي في الترتيب يعتبر الترسانه في المركز الاول برصيد 38 نقطه. هنشوف يعني الترسانه ان شاء الله في الدوري الجاي وكده في الدوري الممتاز ولا ايه؟ باذن الله نتمنى طبعا الترسانه تكون في الدوري الممتاز. طبعا المنافسه صعبه جدا برضو للي في افريقيا المصري بعدين ب 37 ومعاه برضو سيراميكا كليوباترا 37 نقطه ورغم الكلال 36 كوكا كولا 33 نقطه، وهم الخمسه داخلين منافسه وكوكا كولا بعد شويه بس برضه يعتبر امله موجود يعني، فان شاء الله يعني اتمنى يعني. اشرف طب كلمنا عن ابرز الفرق المرشحه للهبوط في دوري الدرجه الثانيه. مجموعه القاهره يا اشرف. المجموعه هو دلوقتي في مجموعه القاهره ابو صقر في فرق كثيره برضه قريبه من الهبوط، يعني عندك يعتبر زي مين؟ برضه من المريخ برضه 26 نقطة لغاية أبو صقر 5 نقط، دولت من السادس لل 15 قريبين من الهبوط. تمام. بس طبعا أبرزهم طبعا يعني أبو صقر 5 نقط في المركز الأخير، دمياط 14، الزرقاء 20 نقطة، بورتو السويس 21، السويس 21، الشمس 22، النصر 24 نقطة، جمهورية الشبيل 25 نقطة، المريخ 26 نقطة. بنشكرك الحقيقة أشرف على الستور العام اللي أنت اديته لنا بالنسبة للنتائج وأبرز الفرق المرشحة لصعود الدوري الممتاز ومجموعة القاهرة النارية ومجموعة بحر الحقيقة ندى مجموعتين في غاية الأهمية، كل مجموعة فيها 5 فرق بينافسوا على صعود الدوري الممتاز. نار. دكتور مصطفى الحقيقة النهاردة كان في أخبار سريعة ومتلاحقة، يعني من بالليل لغاية الصبح النهاردة أكتر من بيان وأكتر من تصريحات، تعيين الجهاز الفني الجديد لنادي سموحه حسام حسن وابراهيم حسن مدير فني ومدير كوره نادي سموحه النهارده مفاجاه كبيره جدا. ايه رايك يا دكتور مصطفى بالنسبه للتعيين حسام؟ كابتن حسام طبعا مكسب لاي خلف العادل عبد الرحمن طبعا مكسب لاي نادي يروحه كابتن حسام راجل. انت شايف الاداء والتذبذب، طبعا شايفين حسام مجتمع مع الحقيقه المهندس فرج عامر رئيس النادي ومضى حسام حسن لنهايه الموسم مع نادي سموحه، انت شايف ان الاداء سموحه هيتغير في ظل تذبذب المستوى وهبوط سموحه لمركز ال 11؟ هو كابتن حسام دايما بيدي دفعه حلوه قوي للاعيبه بتوعته لانه بيحبوه، واللاعب اذا حب المدرب بتاعه يديله ويخلص له قوي قوي، ومن الناس الممتازه والمحترمه في المعامله مع اللاعب، فبيكسب حب اللاعب، حب اللاعب اذا كسبه المدرب خلاص. هو عمل نتائج طبعا هعصر نفسي عشان عمل نتائج رائعه في نادي المصري وعمل حاله كبيره جدا في بورسعيد. ده غني عن التعريف وغني عن ان احنا نقعد نقول في اي حاجه، لان هو مكسب لاي حته يروح، مكسب لاي نادي. طبعا طبعا بلا شك طبعا. طب ختاما بقى في عجاله كده سريعه،
الوسط الرياضي ووزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي طلع في حوار شديد اللهجه في المصري اليوم الزميل بليغ ابو عايد، قال نرجو الهدوء من رؤساء الانديه والتصريحات الناريه التي يطلقها بعض رؤساء الانديه ضد الوسط الرياضي. رئيس النادي الاهلي، رئيس اللجنه الاولمبيه، الوزير، في بعض رؤساء الانديه الدنيا بيصبوا البنزين على النار، فانت شايف يا دكتور مصطفى بالنسبه للفتره الاخيره ديت في عجاله؟ يعني هو رئيس النادي ده مش بيقول رايه في اي حاجه بتنسب اليه؟ طيب بيقول رايه مثلا في مشكله عنده، طيب انا مالي ومال مشكله النادي التاني؟ انا اخلي مشكلتي معايا انا بس. يوميا بيان وبس مباشر في التحقيق على طول فعلا بيطلع تصريحات، لا اخلي مشكلتي تصريحات شديده اللهجه. احنا عندنا بطوله افريقيا الجايه ديت المطالب بيها، لازم يبقى همنا كبير قوي على بطوله في ظل تكاتف جميع اطراف اللعبه كله على البطوله دي، لان هي جت منحه كده من ربنا لينا. نعم. عشان نفرح نفرح بيها الناس الحلوه اللي بتحب الكوره واللي بتشجع الكوره والناس اللي هي عايزه تشوف كوره، عايزه تتمتع بكره زي كره اوروبا وبتاع، ما احنا بنعمل زيها كده، يبقى عندنا نمتع الشعب بتاعنا. بنشكرك دكتور مصطفى، الحقيقه الوقت معاك عدى سريعا. ربنا يخليك. بنشكرك يا دكتور مصطفى، ربنا يبارك فيك يا سيدي. بنشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه، الى اللقاء قادم باذن الله. طبعا العاده الساعه 1:30 مساء اليوم او صباحا يعني، وبنشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه. شكرا يا ندى، شكرا يا دكتور مصطفى، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى باذن الله. الله يكرمك. تحياتي. شكرا.